know if it's him. صح تكون واش هادو كاع حركات سخينية هادو من الصباح انا كنقلب على واحد الكومبلا باش نعوم وفين نقول لك الكومبلا اللي كديتها لبسيدي او داتو لي واحد الدريه لبساتو ليك اه ودابا غادي تعوم غادي ملي غادي تعوم تلبسي انت ما عرفتش ما عرفتش تلبسي تتسول فيه مزيان اه شنو ولا يلاه هضري شنو الحلم ديالك السول ما عرفتش والله دوي مزيان دوي مزيان وقف على السولفا وقف على السولفا دابا دابا لا شنو هي كومبيت اش بغيتي دير فهاد الكومبيت بغيت نربح وبغيت نوقف على السولفا وبغيت انا اللي نجح انا اللي نولي بطلة طنجة حباش هذا هضرنا مع هذا البطل تاع ما نساوش كاين خير الخير ما نساوش شنو هو الشعور تاعك دابا انت بغيتي تشارك انت في البطولة هذه باش نربح ونكون احسن من هذا وربح صافي نولي واعر في السور نولي بطل في السور فانزا صافي ابو الزرقاء يا الحمار فرحانة بكومبي تاع موج الزرقاء وكنتمناو نربحو وصافي انا فرحانة انا كنتمنى بابا عيد بابا عيد دابا انا قلت بالله نفوز في هذا الكومبي تاع اليوم وانا فرحانة اخر صافي شعور زوين الصراحة حيتاش أنزا هي أحسن منطقة في الأمواج أمواج الزرقاء اللي بغى يجي مرحبا بي حيت حنا نديو هاد كومبيتي إن شاء الله حنا كنشكرو هاد الطاقم هذا كله اللي معدبي معنا مساكن وكنشكرو العربي بوجبلي وعمي التونسي الله يخليهم وشكرا الحمد لله بارك الله فيك تشوف تشوف دابا انت الدراري الصغار هما كاينين هنايا واكي هادشي كيذكرك الطفوله ديالك واهادشي كيف اول مره بدينا باش ندخلوا للمجا دبرت على واحد الفرشيه من لوزين ديال كوبليما فرشي صفر كنشدوا داك الفرشي صفر كنحكوه كنبداو نلعبوا به فوق الماء كنبداو نتجاروا ونديروا ديك بحال الصابونيت هذيك هي اول بدايه تقريبا تكون 87 88 كان داك الفرشي كثير في كوبليما كان كيجيبوه وكان داك الفرشي سبحان الله العظيم اش غنقول لك ما عندناش شي لعبه اخرى ما عندناش شي سورفه ولا عندنا شي بوكيه ولكن هذيك باش كنا كنستمتعوا الان دابا ودابا اش غنقول لك والله الا هادشي كيشرف وهادشي كيفرح بزاف هاد الناس ديال البلو ويفز اللي قلنا حنا كنبنوا في هذيك الشجره وشدوا هذيك الشجره دابا
ودابا كيسقيو فيها وغاديه وكتنور. ايوا الحمد لله شي كيبشر بالخير وكيعطي اش غنقول لك يعطي افاق كبيره للرياضه ركوب الموج في انزا لا فافيلا دانزا. شكون هما اللي كانوا معاك الاخوه اللي كانوا معاك؟ وكان اللي كانوا معايا كان معايا كبور نور الدين، كان معايا ياسين باباس وكريم كحيلي، وكان معايا باعو، وكان معايا صالح بوراره قزيبره يونس الراس، كانوا معايا عديد ديال الاصدقاء. كنا كان اش غنقول لك كان زكاع ما كنخرجوا منها. يونس الصغراوي، يونس الصغراوي، يونس الصغراوي حتى هو كان معنا. ماشي مشكل، واه كاين شويه. لا لا ماشي مشكل ولا عادي عادي خونا هذاك. اشنو هو الشعور ديالك السي العربي وانت تشوف الجينيراسيون تتبدع بهذا الشيء وانت ما تتبدعوش به ملي كنت صغير؟ واه هذا الشيء اش غنقول لك، هذا خير والله الا كيشرف والله ملي نشوف ولادنا ونبروفيتو في البلاصه باش كنعيشوا لا فافيلا دانزا نبروفيتو فيها بواحد اش غنقول لك الخير والله الا هذا الشيء كيبشر بالخير بالله والله. دابا الحمد لله بادره طيبه باش نجيبوا الاطفال البراعم نجيبوهم من البحر ويعرفوا حتى هما رياضه ركوب الموج. رميتي فيها مشيتي وقفتي عاد توقف تحسبات لك موجه ما وقفتيش راه ما تحسبش اي فوا ما تبقاش في الجراشه تولي في الماء حسبات موجه ما تنسى والو شي سميني كاشي هي ولكن بلاتي
مثلا ما دير والو ها استناوني يلا نسو فكرة ديالك السلام عليكم الاطفال اللي معنا اليوم اللي كنا سليمة كنتمنى واحد النهار خاطر الجميع مرحبا بكم سي خالد الاخوان كاملين اللي حاضرين معنا هنايا كنتمنوا التوفيق للجميع وكنتمنوا من الدائره ونتعلموا على شويه النظام وندوز بخير وعلى خير وشكرا توفيق للجميع شنو هو الهدف ديالكم احنا فرحانين بهذه الجمعيه وانا كعضوه من الناس من النساء تاع الجمعيه كفرحانه بهذه الجمعيه وفرحانين تبارك الله بهذا الخير اللي كيديروا لوليداتنا وما بغيناش هذا الشيء يقتصر على الناس ديال الناس اللي لاباس عليهم بغيناهم حتى للفئه المتوسطه والفئه الفقيره والفئه الهامشيه فرحانين بهذا الخير وزوين تبارك الله الوليدات ولا عندهم واحد البلاصه اللي زوينه واحد المتنفس زوين كيديروا السيرف كيديروا البوغي كيديروا بزاف ديال الحوايج اللي هما مفرحانين وحنا حتى حنا فرحانين وتبارك الله هذا الشيء بغينا يزيد باقي يزيد القدام ويتطور ما احسن تبارك الله ونشوفوا وليداتنا وليدات حبابنا وصحاباتنا وحبابنا كاملين نشوفوهم في احسن بلايص وفي احسن المراتب في هذا الشيء ديال السيرف واللهم يسر الجمعيه ويسر الناس تاع الجمعيه ولوليداتنا كاملين يا ربي وفرحانين بزاف ولادنا يعني لاقين عجبهم هذا الشيء ولاقين راحتهم يعني هذا الشيء زوين بزاف وكنشكر الجمعيه اللي دار لنا هذه المبادره تحيه للعربي تحيه للمراكش رول وبلو ويفز مالوك الروم يلا انا ماما دخلتني للسور حيت طلبتها شحال من مره ومني جيت
دربوني مزيان ودخلوني في البحر وخفت في لابلونش، ومني خرج جبت درجة عالية وفرحت بزاف مني عطوني درجة عالية. جيت من طمانزة وبغيت تضرب شلحة يلا بحال بحال. جيت من طمانزة وبغيت نسرفي. عجبك الحال هنا؟ عجبني الحال بزاف. علاش عجبك الحال؟ حيت السرفة إلا ما تعلمتيش فكري ما تقدرش دير باقي والو. عاد قبل التليفون شنو هيدي لك التليفون؟ سلام. انا رانيا. يلا دخلت في السارف. كنت كنطلب ماما باش ندخل، كانت كتعيا كتشجعني وكيشجعوني والديا وعائلتي حتى دخلت لهذا السارف. واليوم كاين واحد لا كومبيتيسيون اللي فيها واحد المشاركه بين بين المشاركين. جيت المرتبة الرابعة وأنا فرحانة بالمرتبة ديالي حقاش يالله بديت وشكرا. فرحانة حنتي بابا دخلني للسيرف وبغيت نولي إن شاء الله بحاله ونولي بطلة أنزا. بطلة أنزا في السيرف. التطوع والحيوية عناوين كبرى هنا بشاطئ أنزا. صبيحة رياضية استطاع الأطفال الصغار أن يستفيدوا منها بفضل تطوع شباب جمعية أنزا الأمواج الزرقاء. رسالة كبرى لكل المسؤولين على أن منطقة أنزا في حاجة ماسة إلى مركب للرياضة البحرية من أجل أن يحتوي هذه الطاقات وأن يسقل هذه المواهب، لأن المستقبل هو مستقبل رياضة السيرف. أنزا الأمواج الزرقاء. Let's go.
The rock and roll smaller. غادي يجيو تاهما من عجوجونس. الدراري ديال السوق اللي ربحوا، الدراري ديال السوق اللي ربحوا، محمد ابراي، عمر عباش، ادم بكام، ريان المنصوري، هيثم حيتاش، ياسين وهلي، ميازو، معاد، انس شرحين، ادم احمش، الياس معاد بوزلو. هادو نمشيو تغداو الشجون تكون هنا. سيرو تغداو الشجون تجيو. والآن مع بداية جديد أسعدوا هذا الطريق المشكلة ومستجريه تصير بدا نوصف أجد في من يدخلوا وخرجوا Thank you.
ديديكاس للعربي، ديديكاس للعربي، ديديكاس للعربي، ديديكاس للريبيلر. بلش.